كان في خبر النهارده يتحدث عن عمليات دهس لبعض المصلين في الاحتفال بصلاة العيد، تحديدا عيد الفطر في مدينة نيوكاسل البريطانية. عملية الدهس دي ليست الأولى الآن الموجهة ضد المسلمين بشكل واضح في الدول الغربية. هل ستكون سلسلة من الهجمات على المسلمين؟ هل سلسلة من ما يسميه البعض بجرائم كراهية ضد المسلمين نتيجة لما تفعله بعض التنظيمات الإرهابية باسم الدين؟ بكل أسف من هذا اللي حضراتكم تفتكروا نيوكاسل ده الحادث الدهس الأخير، حادث الدهس اللي قبله كان في فينزبري بارك تحديدا في لندن أيضا، هذه المرة في نيوكاسل الحديث عن 6 إصابات. قبلها كان في أيضا جريمة في الولايات المتحدة الأمريكية في فيرجينيا اللي حتى هذه اللحظة لم تتضح، أو الشرطة مش عايزة تعلن أنها جريمة كراهية. دي اللقطات الأولى من حادث الدهس اللي حصل بعد صلاة العيد أو أثناء صلاة عيد الفطر في نيوكاسل في بريطانيا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين المصلين بيتحركوا وكل الناس عندها حالة فزع. الحديث حتى هذه اللحظة أن في 6 إصابات على الأقل، والمعلومات الأولية وفقا للشرطة في الأخبار اللي عندنا من بعض الصحف العالمية بيقولوا فيها إيه، لا تدل على أي شبهة إرهابية، على الأغلب رعونة في قيادة السيارة. يعني لو حضراتكم تفتكروا برضو الحادثة بتاعت فينزبري بارك، وبعد الناس ما كانت خارجة من صلاة التراويح قيل أنه لا نستطيع أن نقول عليها عملية أو جريمة كراهية، مع أنه كل شهود العيان اتكلموا أنه سائق هذه السيارة كان بيردد أنه هو يقتل المسلمين. بغض النظر زي ما في بعض الناس بتدافع عن عمليات الإرهابية اللي بترفع شعار الدين الإسلامي وبتقول أنه هذه العمليات لا تعبر عن الدين الإسلامي، بكل تأكيد ولا تعبر عن أي دين. بعض كمان القائمين على الأمور في الغرب عايزين يبينوا أنه الشعب الغربي بشكل أو بآخر الأوروبي يعني هو ليس ضد الإسلام، ولكن لا الإرهاب اللي بتقوم به داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية يعبر عن الدين الإسلامي، ولا ما يقوم به بعض أيضا الأفراد اللي بيقوموا به دلوقتي من جرائم كراهية زي اللي حصل في نيوكاسل واللي حصل في فينزبري بارك أو اللي حصل في ولاية فيرجينيا للشابة المسلمة. مش بالضرورة ده أيضا يعبر عن المجتمعات الغربية، ولكن هذا يحدث ولازم نتعامل معاه ونعترف به بشكل واضح.